سعيدة بزاف أنه أنا اليوم متواجدة في المغرب، بلدي اللي دايما في قلبي ودايما كانت وحشو واخا أنا شوية بعيدة عليه. وفرحة كبيرة أنه بعد فترة طويلة غنكون موجودة في هذا المهرجان اللي هو من أهم المهرجانات، ماشي غير المغربية، عربية، مهرجان أصوات نسائية من أهم المهرجانات. وسعيدة أنه الرجوع ديالهم مع الرجوع ديالي المغرب. أنا وياهم بجوج صافي 4 ما غنيت في المغرب، فسعيدة نكون متواجدة. المغرب بلادي، يعني ما يعني رغم كل شيء لغات وهذا بلادي بالأخير. أنا اليوم المغرب في المكان مشي كان حمل رايته فين ما كنكون، سواء في الدوله اللي انا عايشه فيها او الدول اللي كنسافر فيها. معروف عند الكل شدا شنو، معروف انه انا مغربيه وعراقيه، الام مغربيه والاب عراقي، وكنفتخر جدا بجوجهم، وكنفتخر بحقيقة بنفس المستوى بنفس المعادلة. حبي للمغرب كبير وحبي للعراق كبير، والمغرب عشق وثقافة وتولدت في المغرب. أنا من الأوائل اللي حاولت نصور أغاني مغربية في المغرب، ولكن هي أول مرة كنقولها، مع الأسف الأسعار اللي كتعطانا في المغرب من قبل المخرجين أو من قبل اللي كيديروا الإنتاج كيعطونا أسعار ما كيناش حتى في دبي. أسعار مهولة كبيرة جدا حقيقة، يعني نقول لك الصراحة. فأحنا شركات الإنتاج اللي كنخدموا معانا، يعني أنا كنحاول نضغط عليهم أنه نجوا نصوروا في المغرب، مني كنعطيهم البيدجي كيستغربوا يعني، بالأخص أنه أنا عارفة المغرب يعني بلد جميل جدا، يعني حرام ما يكونش عندنا شركات، يعني شركات فيها منتجين يعطوا دي بخي ريزونابل، حتى العرب حتى الفنانين ماشي غير أنا يقدروا يجيوا يصوروا هنا. هو هذا. أما بالعكس أنا دائما عندي تحمس وكنبغي نجي نصور، حتى في أنا صورت بزاف في لبنان، صورنا صار بزاف نبغيو نجيو الاماكن جديده والاماكن مثلا مثل المغرب. فان شاء الله هي نداء لكاع المخرجين انه يقدوا معنا في البيدجي. الجنسيتين، والله شوف انا دائما كنحاول بقدر الامكان، وجودي في العراق مثلا ملي كنكون في العراق دائما يعني دعواتي مثلا المأدوبة عشاء وهذا تكون مغربية مثلا. جلساتي مع الشخصيات المهمة أو سيدات المجتمع العراقي دائما نتكلم فيها عن التراث المغربي، الثقافة المغربية وما إلى ذلك. نفس الشيء أنا مني كنكون في المغرب، على فكرة في أخوة ومحبة وحب غير طبيعي بين الشعبين، وهذا اللي شفتوه لاحظتوه في آخر مباراة أنا اختفيت بين العراق والمغرب، لأنه بلدين بجوج، ولكن لاحظتوه نو كومنت. مي لا، اللي بغيت نقول انه لي دو، يعني ما كانش لما رغم خساره المنتخب العراقي، بس ما لاحظنا كاين هاي الكراهيه او التشنج، بالعكس في محبه واخوه كبيره. حتى في الورد كاب من كانوا العراقيين كانوا يشجعون المنتخب المغربي بشكل كبير، والمنتخب المغربي قصدي الشعب المغربي دائما يشجع العراقيين في كل مجالات ماشي غير هذا. فدائما انا كنحس هذه المحبه، فانا دائما كنبغي يكون هذا الأخوة. اليوم أنا العراقيين من جيت المغرب دايما طبعا عندي متابعين كتار من العراق، أكثر سؤال وأكثر قصص كومنتات كيصيفطوا لي قول عافاك بغينا يفتحوا لنا الفيزا للمغرب، كل شيء بغى يجي للمغرب، عراقيين حابين يجيوا يزوروا طبعا هاي رسالة للمسؤولين أنه يكون في انفتاح أكبر. الحمد لله اليوم على فكرة في العراق ولا عندنا قنصلية وسفارة مغربية في العراق، هاي قبل سنة ونص. وأنا طبعا أنتوا عرفتوا كنت درت مهرجان العراق الدولي، وكان فيه طبعا القنصل المغربي كان حاضر فيه، وحيكون الدورة الثانية إن شاء الله قريبة، وغتشوفوا فيها إن شاء الله النجوم المغاربة، وإن شاء الله حتى بعض الصحافة المغربية غتكون حاضرة. فأنا كنبغي نكون هاد المزيج بين البلدين.